السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله. أبد والله في حاجة الظاهر أني قد سبق أني نزلتها في اليوتيوب، ماني متأكد صراحة، لكن الظاهر نزلتها قبل فترة وصار عندي لغط شوي. حركة رهيبة، يعني أنا كنت أشوفها تقريبا قبل سنة الكلام هذا. الحركة اسمها براير، هذه شوفها موجودة في قسم الأكشن. لو رحنا هنا مثلا بشكل سريع وسام يسار نلقاها هنا في قسم الحركات الأكشن، هذه تشوفونها. ففي حاجة يعني اللي هي نسويها الحين، شوفوا مثلا نحط على سلاح ونضغط L1، صح؟ L1 هذا، أي L1، وبعدين نسوي الحركة. شفت كيف؟ بالشكل هذا، حركة جميلة جدا. وبعض الأحيان إذا ضغطنا R2 ترفع السلاح الشخصية، بس مو بدائم. شوفوا الحين بعض الأحيان زي كذا، شفتوا حركة جميلة جدا. لكن أنا ما أدري، ظهري قد نزلت الكلام هذا قبل. الحين شوفوا الحين التغيير السريع، أنا حاطه على اليد، شفتوا الحين حاطه على اليد، صح؟ ركزوا معي، السلاح الآن معي، أنا حاط التغيير السريع، شفتوا هنا شوفوا التغيير السريع المربع على اليد، على علامة اليد، صح؟ طيب الحين على السلاح بضغط L1. هذا L1 ولا لا؟ بضغط L1، ايه. ها شوف كيف الحركة ما تضبط الا لازم يكون السلاح على الجنب بالطريقة هذه، لازم يكون السلاح في الطريقة هذه. لكن الحين شوفوا على طول يضبط عليه السلاح، مثلا لانكستر مثلا، شوفوا L1 على طول جاء كذا، شفتوا؟ على طول يجي. لكن اذا شلنا علامه التبديل السريع حطيناها على السلاح نفسه، هي كانت على اليد، صح؟ حطيناها على السلاح نفسه، شوفوا الان نروح للسلاح الثاني، شوفوا ما يجي على الجنب بسرعه. ممكن يجي على الجنب بسرعه اذا طورت الشخصيه وهي ماسكه السلاح شوي، لانه خلينا الشخصيه كذا شوي وهي ماسكه السلاح، ممكن تخليه على الجنب بعدين، لكن بشكل سريع ما يجي. لو مثلا حطينا على مسدس مثلا، لو حطينا على مسدس جاء السلاح هنا، بس الحركة نفسها ما تقدر تسويها لأن المسدس معك. طيب نرجع للسلاح ثاني مرة، ما يجي على الجنب، شفتوا؟ ممكن يجي على الجنب، بس ما أدري، يمكن بعد شوي، الله اعلم. لكن اسهل طريقه علشان تفتك من اي شيء، تروح هنا اليد وتحط مربع اللي هي اسمها ذي كويك سيلكت، يعني بشكل سريع، شفتوا؟ نخليها على 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 علامه اليد بشكل سريع، ونروح للسلاح اللي نبيه مثلا البولت اكشن عشان لونه اخضر، نضغط L1 كذا، شوف على طول بشكل سريع، ما يحتاج نحتري ولا يحتاج نسوي شيء ثاني. ها شفتوا؟ ونسوي الحركة، ها بريار، ها. وإذا نبغى الشخصية ترفع السلاح فوق R2، وأحيانا يضبط أحيانا لا. شوف الحين ضبط، حركة قوية قوية جدا، رهيبة والله، شوف رهيبة والله الحركة. فهذا اللي حبيت، بس الظاهر قد نزلت المقطع ذا، بس صار عندي مشكلة فيه. بس الحين شوفوا، بعود أعيدها ثاني مرة، شوفوا الحين إذا حطيت علامة التبديل السريع اللي هي المربع على اليد يضبط بسرعة. ها أنا حاطه على التبديل السريع الآن، على اليد مو على السلاح، شوفها على طول يضبط. طيب نشيل التبديل السريع نحطه على السلاح نفسه، شوف ما يضبط، أبغاه على الجنب، شوف ما يجي على الجنب. ممكن في طريقة أخرى يجي على الجنب، أو إذا خليناها فترة معينة كذا يجي على الجنب، الله أعلم. لكن في الغالب الأفضل إن نخلي التبديل السريع على اليد إذا بغينا نسوي الحركة هذه. إذا بغينا نطلع الأسلحة بشكل سريع مثلا مسدسات، خلونا بالحركة الحين. آسف، نحط علامة تبديل السريع على المسدسات مثلا زي كذا، على طول يطلعها بشكل سريع، شفتوا الأسلحة؟ نطلع المسدس اللي حاطين عليه، شفتوا كيف؟ شفتوا؟ يعني نطلع علامة التبديل، ها يبقى المسدس معنا، شفتوا بشكل سريع خلاص.
واذا ما تبون تحطون حطوا على اليد عشان تختارون، حطوا علامه تبديل سريع على اليد عشان اذا بغيتوا اي سلاح تختارونه يطلع لكم. واذا في سلاح تبونه خلاص، مثلا البولت اكشن نحط عليها مربع خلاص على طول. ها شفتوا نطلع البولت اكشن بشكل سريع، شفتوا؟ او بغينا اللانكستر مثلا نضغط مربع عليها بشكل سريع نطلع السلاح اللي احنا نبيه. ها شفتوا؟ او تبديل بينها شوف بشكل سريع. يعني حاجة حلوة صراحة، واتمنى اني افدتكم في الحاجة ذي. واذا في شيء مثلا توضيح اكتبوه تحت الفيديو وافيدونا زيادة. وبس، ويعطيكم الف عافية وفي امان الله.